يحذف الفاعل لأغراض عديدة، إما للجهل به أو الخوف منه أو الخوف عليه أو للوزن أو السجع أو التحقير أو الدعوام أو لأغراض أخرى، فينوب عنه النائب الأول الذي هو حق بالنيابة الثاني المفعول به، ولذلك بدأ به قال ينوب مفعول. قال بعضهم وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعوام والعلم والجهل والاقتصار والسجع والوفاق والإيثار. قال بعضهم هذا تطفل من النحاة على علم المعاني، هذا خاص بعلم المعاني، هم الذين يبحثون عن هذا النحوي يتعامل مع الفاضي. قال ينوب مفعول به عن فاعل فيما له للفاعل ثلاثة أشياء رئيسية: العمدية لا يجوز حذفه، والرفع حكمه، ووجوب التأخر عن العامل لا يتقدم عليه، لأن الفاعل كجزء الفعل لا يتقدم عليه. فتقول أكرم زيد خالدا، حذفت زيد تقول أكرم خالد، ولا يجوز أن تقول زيد خالد أكرم، إن قلتها لم يعد خالد نائب فاعل إنما هو مبتدأ. ينوب كنيلة خير نائل نيلة مبعد مجهول نعم ينوب كنيلة خير. فأول الفعل ضمن، إذا أردت أن تبني الفعل مجهول أضم أوله، أو اجعل، أو إذا لم تضم أوله فليكن أول حرف فيه مضموما. تقول أشرت إليه أن استخرج المتاع، أن استخرج الهمزة في الهمزة الوصل كلا وجود، أول حركة فيه كانت ضمة. إذا الفعل مبني المجهول إما أن تضم أوله، فإذا لم تضم أوله فلتكن أولى حركاته ضمة من أصل. نعم. والفعل المبني المعلوم لا بد من فتح أوله، فإن لم يفتح أوله فلتكن أولى حركاته فتحة. نحو انطلق، انطلق أول حركة فيه الطاء مفتوح، انطلق زيد من ساكنة ليس حركة، أنا قلت أولى حركاته تكون فتحة. فأول فعل ضمن، والمتصل بالآخر يكسر للمضي، آخر المبني المجهول يكسره إذا كان الفعل ماضيا، فتقول في ضرب ضرب، فإن كان آخر الماضي مكسورا بقي مكسورا، فتقول في علم علم، ما قبل آخر كان مكسورا بقي مكسورا. والمتصل بالآخر يكسر للمضي، وجعله من مضارع منفتحة، آخر المبني المجهول إذا كان مضارع افتح أوله، فتقول فيه ذهب يذهب، تقول يذهب به، إذا كان آخره مفتوحا بقي مفتوحا كما قلت الآن. وفي يعلم يعلم، وفي يدخل يدخل عليه. نعم. تشققت تقول تشقق هذا أيوة. ويوم تشقق السماء بالغمام تقول تتشقق الأرض، ما في شيء. تقول تتشقق الأرض من المطر، تقول يتشقق من الأرض، فعل لازم، فعل لازم لا تستطيع أن تبنيه المجهول، لا تدرع بجار ومجرور أو بوضع. جلس لا تقول يجلس زيد، تقول يجلس أمام الدار أو يجلس في الدار، لا بد أن تعديه بحرف جر أو بوضع. أقرأها الثانية الثالية كالمطاوعة كالأول جعله بلا منازم، ما يلي تاء المطاوعة جعله كالأول يضمه، فتقول في علمته فتعلم الحساب، تقول تعلم الحساب، ضممت الأول وضمت الذي يليه، والثانية التالية المطاوعة كالأول. المطاوعة قبول أثر، نحو كلمته فتكلم، علمته فتعلم، مددته فامتد، المطاوعة قبول أثر. نعم. وذلك الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كالسكر، المبدوء بهمزة الوصل ولا يكون إلا خماسيا أو سداسيا، اضمم همزة الوصل واضمم الثالثة، فتقول في انطلق انطلق بضم الهمزة والطاء، وتقول في استخرج استخرج بضم الهمزة والتاء. نعم. اكسر اوشمي، اكسر اوشمي، اوشمي الهمزة مفتوحة هي صار اشمي، نقلت لها حركة الواو، واضحة؟ فنقلت لها الهمزة حركة، نقلت لها الواو حركة الهمزة، نقلت لها الواو حركة الهمزة، والهمزة الهمزة حركتها فتح، تقول اشمي، ما تقول اشمي، هي اشم رباعي. واكسر اوشمي، ضبطها؟
أي تور أول نقلت إلى حركة الأنزة هذا نقل حركات العربية ستة إحدى حركة النقل حركات العربية ستة حركة العرب والبناء وإتباع وتخلص من التقاء الساكنين ونقل وحكاية مكسر أوشمن فهل ثلاثي وعل عينا الثلاثي المعتل العين اكسر أوله وهو أكثر فتقول قيلة ولك إشمام الضمة كسر فتقول قيلة والحلاج لا تدريب قرأ ورش فلما رأوا زلفة سويت وجوه الذين كبروا سويت ضم على كسرة أرهب قيلة تكتب بالياء لا تكتب قيلة تكتب بالياء ليس لها كتابة الإشمام ليس لها كتابة وكذلك تستطيع أن تجعل الضمة مخلصة فتقول قولة وبوعة قال الشاعر حوكت على أن يريني إن تحاكوا أنا أقول واكسر أوش من ذات ولاذين علام وضم جاك أبوعة فاحتمل أي أنه وضع بالوجب الثلاثة نعم إذا قرأنا في تشمين بعد التحليل ضمك كسر إذا قرأنا في تشمين ماذا يأتي بعد التحليل بعد الياء سيئت رش فلما رأى زبتين سيئت سيئت سيئة بالإشمام لقراءتها نعم بشكل الخيفة نفسه مجتمد إذا خفت بشكل إذا بلا غيره فتقول لعبدك يا عبد يا عبد سمت أي سامك غيرك لو قلت له سمت يظن أنه سام بينما هو سيمة وتقول له يا عبد بعت لو قلت له بعت يظن أنه مسند لتاء الفاعل وهو مسند لتاء المفعول ماشي وما لباع قد يواله حب حب وهو المضاعف الثلاثي المضاعف الذي عينه هو لام من جنس واحد فلك في الوجب الثلاث تقول رد ورد ورد بالإشمام وصعب ولا أعرفها وقرئ هذه بضاعة ردتنا لكن الراجح هنا الضم وفي الأولى الراجح الكسر قال الراجح هي قيل وهنا الراجح الضم وقل يا بضاعتنا ردت لنا وقل يا ولو ردوا لعادوا لمانهم وما لفاء بعد ما اختار وانقاد كذلك افتعل وانفعل اذا كانت عينها معتل